كل حاجة والتسلط الغريزة اللي تخليك دايما تمارس التعنت. واحد موظف شغال عند واحد مدير ينفذ الأوامر مش من حقه يتكلم كتير. نوع من الإحساس يا عم تنجيل على عينك يا ناس طفضوا لي لما أقول أي كلام من غير أساس. الخير في القلب انداس وتغير أنا محتاس من ناس مستني لحظة القصاص. لما تكون في إيدك سلطة كلك مصري افتيري طلع عين أي مرقص واللي ما يتفرج يشتيري. طبعا التحكم لذة السيطرة البشرية والتهكم تأمر ضد الأوامر انت الملقن طول ما انت مرقوص تفضل تطاط الرؤوس. هي عم تسجل عبد طول ما انت محتاج فلوس كرامة مين ما انتش لاقي العشو وهو بيموت بنزين. اخر كل شهر تاخد تمن كرامتك يا حزين. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية طول ما انت محتاج له مش هيسيب لك الحرية. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية عوامل استغلالية استهلاكية. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية طول ما انت محتاج له مش هيسيب لك الحرية. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية عوامل استغلالية استهلاكية. المحاباة اصبحت هي سلاح كل ضعيف راضي بكل اشكال الظلم عشان الرغيف فاتح بيته من الوظيفة اللي بتهينه كل يوم. كل حتة جوا نفسه شايلة جزء من الهموم. العفوية في التفكير السلبي اللي يخليك تفضل الامان. الظلم في كل حتة مش هتفرق المكان لسه مفيش حل ولا بعرض النصيحة. التسلط الوظيفي شي روتيني مش فضيحة. بالمصير اللي انت فيه يا زوق بس روح جايز يجي يوم تتغير الفروق. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية طول ما انت محتاج له مش هيسيب لك الحرية. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية عوامل استغلالية استهلاكية. الطبيعة البشرية ليها جوانب حيوانية طول ما انت محتاج له مش هيسيب لك الحرية. الطبيعة البشرية ليها